عندنا مثل كده بيقول كل اللي يعجبك والبس اللي يعجب الناس. طيب يا ترى الكلام ده فعلا صحيح ولازم نعمل بيه، ولا اختيار اللبس ده حرية شخصية كاملة؟ خلونا نعرف الإجابة وندردش كده مع ضيوفي اللي موجودين معايا النهاردة في استوديو كلام البنات، وهي الكاتبة الصحفية أستاذة منال خطاب، أهلا بيكي. وكمان الموديل بسمة مصطفى. بسمة أهلا بيكي، أهلا بيكي. منوريني في استوديو كلام البنات. خليني أبدأ بيكي يا بسمة وسؤال، هل أنت مع الرأي أو المثل اللي بيقول أكل اللي يعجبني والبس اللي يعجب، كل اللي يعجبك والبس اللي يعجب الناس، ولا البس اللي يعجبني واكل كمان اللي يعجبني؟ لا، البس واكل اللي يعجبني فعلا. بس بما يناسب المجتمع. اكيد بما يناسب المجتمع، بس بحريتي. انت بتنفذي ده في حياتك؟ طبعا. طب لو انت مثلا نفترض انت لابسه حاجه ممكن انت مثلا هي مناسبه ليكي لكن هي مش مناسبه للمجتمع. مش مناسبه له ازاي يعني؟ ما هي هنا فكره ان انا مش مناسبه له ازاي. بصي، يمكن قبل ما نبدا فقرتنا كنت بتناقش مع حضراتكم وبقول لك ممكن انا عندي مثلا، احنا عندنا في مستويات او طبقات، الطبقه الاقل مني مثلا شايفه ان انا لابسه البنطلون ده ضيق جدا، هو بالنسبه له مش مناسب لكن هو مناسب بالنسبه لي انا. فانت ممكن يكون الناس، انت لابسه مثلا حاجه كات، حاجه مفتوحه شويه، هو شايف ان ده مش مناسب ان انت تنزلي وتمشي بيه في الشارع. ردك بيكون عامل ايه؟ مش مناسب ليه هو، بس مناسب ليا انا. فهنا تفرق بقى. لو انا هاخد ان انا اتعامل براي كل الناس يبقى انا اقعد في البيت وما انزلش، لان طيب. كل الناس هيتقلك اقعدي في البيت، ست مكانها البيت، بس ده مش صح. انا مكاني ان انا انزل زي ما انا عايزاه، البس اللي انا عايزاه، انا حره. تلبسي اللي انت عايزاه في المكان، في اي مكان، يعني اللبس اللي بيتلبس مثلا في الساحل زي اللبس اللي بيتلبس هنا؟ لا طبعا، في لكل مقام المقام. هو في كل مكان ليا اللبس بتاعه وليه حاجته طبيعي، بس بحريتي وبطريقتي. هسألك كمان عن تدخل الأهل، بس خليني أروح لأستاذة منال وأرجعك بقى أسألك برضو، لأن أكيد الأهل ليهم دور مهم في الموضوع ده. أكيد طبعا. نفس السؤال لحضرتك. أنا برضو مش هختلف كتير عن الشباب الجميل دوت، ولكن إحنا بنقول كل اللي يعجبك والبس اللي يعجبك بما يتناسب مع في عيون الناس، بما لا يستفز عيون الناس، لأن إحنا شئنا أم أبينا إحنا جزء من المجتمع ومجتمع شرقي، ولازم نحط خط تحت مجتمع شرقي طبعا، بيحافظ على هويته، بيحافظ على ثباته. لما يحب تخترقي بتخترقي من الشباب وبتخترقي من حاجات البسيطه اللي احنا متخيلين انها بسيطه. بس دي بتبقى حاجه نسبيه، المناسب ليكي ممكن مش مناسب ليا، مش مناسب لبسمه، دي بتبقى حاجه عادةً نسبيه. عادة في حاجات بيختلفش عليها اتنين. اكيد احنا لما تيجي تتكلمي في الوان، لما تيجي تتكلمي في موضه، لما تيجي تتكلمي في طويل ولا قصير، او بتتكلمي في خطوط عريضه للموضه، غير لما تتكلمي في مثلا اللبس المقطع دوت، او اللبس اللي هو بيبين جزء من الجسم، او اللبس اللي هو يعني بيقولوا ان احنا حرين ان احنا نلبسه، او اللي هي ظهرت حاجات غريبه داخله على المجتمع بالنسبه لشبابنا بيقول عليها ان هي يعني حريه شخصيه، او ان هي بيعبر بيها عن شخصيته، ده نوع من التمرد او اثبات الذات او جذب الانتباه، لكنها المجتمع قوامة المجتمع. لما بنيجي نتكلم عن قوامة المجتمع رفض الشكل ده. خليني أقولك أن زمان أول ما البنطلونات الجينز المقطعة طلعت كانت الناس منتقداها، ولا اللي هي البنطلونات المقطعه من عند الركبه من عند الرجل، الناس كلها كانت منتقداها، بقت خلاص العين اتعودت عليه. بقى دلوقتي في طالع بنطلونات جينز مقطعه من مناطق تانية، بس دي ما اعتقد ان الناس اعتقد دي عمرها ما هتقبلها، ولا ايه؟ بصي، احنا عندنا مشكله حاجه واحده. احنا زمان كان احنا متعودين على الميكرو والفساتين القصيره هند رستم ده على اهالينا وكان عادي وما كانش بيخدش حياء حد، كان الموضوع عادي جدا. احنا دلوقتي ليه بقى دلوقتي يخدش حياتنا؟ فين المشكله؟ احنا بنلبس دلوقتي دراسز وبنلبس حاجات، فين ليه؟ المشكلة؟ ليه فرق كبير بين انك انت تلبسي مثلا قصير او تلبسي شكل او اخر من الموضات. طب ما احنا ما زلنا بنلبس قصير وما زلنا، بس لكل مقام مقال. لا بس يعني انا كنت بشوف زمان ده في افلام السينما المصريه العربيه المحترمه، بيروحوا بيه الجامعه، بينزلوا بيخرجوا بيه، بيمشوا في الشارع، ما كانش فيه معاكسات، ما كانش فيه مضايقات. دلوقتي انا ما اقدرش امشي بحاجه مثلا قصيره، لازم يبقى ابقى راكبه عربيه عشان ابقى زي ما قلت معايا عربيه. استاذه نرمين، لكل مقام مقال وكل لبس بيتناسب او لا يتناسب في مكان معين او اجتماع معين او شكل او ظرف، يعني ظرف معين.
مش بننتقد ده ابدا، احنا ما بننتقدش ده ابدا. يعني انا ما بنتقدش مثلا نلبس فساتين سواري عريانه من اي حته او قصيره او طويله القصيره، ولكن في مكانها الطبيعي. لما انا بتكلم عن حضرتك ستك قلتي كلمه جميله قوي، بتقولي ان بدا ان هو يبداوا ببنطلونات المقطع، انا بدات او انتهت، احنا ده ظاهره مرفوضه. وهي مش موجوده في مصر بس، عشان ما نظلمش المجتمع المصري، هي موجوده في كل بلدان العالم. يعني حتى هي مستورده من الخارج. ترفضي فكره البنطلون المقطعه؟ انا برفض فكره ان القبح، انا برفض فكره ترسيخ القبح في انه هو بقى موجود فانا بتقبله. انا لا اتقبل القبح. ما تفرضش عليا موضه وتقولي عشان هي موضه، مش باسم الموضه هقبل اني تبقى حاجة أنا مش متقبلة، عينيا مش عايزة تتقبلها. في بعض الجامعات الخاصة عاملة قرار ومنع دخول الولاد بالبنطلونات المقطعة. يعني في حد عرفه كان داخل بالبنطلون مقطع الجامعة، رجعوها تاني بيتها، قالوا لها لا. أنا أرجو أنها تقنن أو تعمم في الجامعات كلها، في جامعات الحكومة والخاصة. أنا أرجو أن هي تعمم، يعني ده أقصى حاجة ممكن أعمل. أنا مش ضد حرية الشباب أبدا، يعني عبر عن حريتك، عبر عن لبسك. بالعكس أنا حد فري جدا، حتى مع أولادي أنا بخليهم يلبسوا ويلبسوا اللي هو نفسهم فيه. ولكن في أمور إحنا كل يعني نكاد نجتمع أن الظاهرة دي ظاهرة أولا علامة استفهام رهيبة جدا. ظاهرة ايه؟ البنطلون المقطع؟ البنطلون والهدوم المقطعة. ليه؟ الهدوم هي دي طالعة موضة على فكرة. انا البس هدوم مقطعة؟ انا ليه البس هدوم؟ ايه مدى المغزى؟ حاجة موضة. ما هو مش كل موضة تفرضها عليا، لأن احنا مجتمع شرقي ومجتمع متمسك. لما الرسول عليه الصلاة والسلام قال ادخلوا مصر، قال فهي في رباط إلى يوم الدين. هو ده الرباط، الرباط إن الأسرة تراقب ولادها هم لابسين إيه، نازلين إزاي، بيعملوا إيه. مش كل موضة تصدر من الخارج، سواء إحنا مقتنصين أو إحنا مستهدفين شبابنا أو لا. ما بحبش حتة المؤامرة، لكن بحب حتة إن إحنا نبقى في المجتمع عندنا نظرة واعية، عندنا ترشيد في حتى الموضات. طيب بما إن حضرتك قلتي وذكرتي إن حضرتك عندك أولاد وهم بيمشين على الموضة، ما فيش مشكلة، لكن أنت إزاي أقنعتيهم؟ لأن إحنا ولادنا في سن المراهقه مثلا بيبقوا هم مقتنعين وشايفين صحابهم وحواليهم والمجتمع اللي حواليهم هم لابسين اللبس ده. كأم، عشان برضو الامهات اللي بتتفرج علينا وانا واحده من الناس برضو، اعرف اقنع ازاي؟ فاقنع ولادي ازاي؟ ان الشباب دلوقتي عنده طاقه وعنده طموح وعنده ابداع غير جيلنا احنا يعني. فصعب جدا انك انت تصطدمي معاهم في رأي، خاصه ان حاجه تمس حريتهم الشخصيه. انت الاول بتبداي معاهم مثلا بتقنعيهم. انا في احيانا بقنعهم بامور، في احيانا ما بقدرش اقنعهم بيها. يعني انا بعترف لك اهو ان انا في احيانا بسيب الامور لمساحه معينه من الحريه، يعني انا بسيب مساحه من الحريه، ولكن انا مش متقبله حته الهدوم المقطعه. شايفه ان بسمه رافضه الكلام ده صح؟ اكيد. اصل هي فكره الهدوم المتقطعه دي موضه، انا مش هقدر اتكلم فيها. لان موضه، انا حر البسها او ما البسهاش، ده اختياري من الاخر. يعني هي حتى لو انت اقنعتيني، لو انا شايفاها حلو عليا هلبسها. بس احنا يعني في الدول الاوروبيه احنا متهيالي بيلبسوا اللي هم عايزينه، ومحدش في الشارع يقدر يقول مين يلبس ايه. صح؟ ومحدش يقدر وانت ماشيه يبص لك يقول لك انت ازاي لابسه ده. احنا عايزين نوصل هنا للمرحله دي، ان احنا نسيب فكره البنطلونات المقطعه، وتعالى نتكلم انت بتعاكسني ليه. طب انت خليني قبل ما نروح، انت بتعاكسني ليه؟ انت بتلبسي بنطلونات مقطعه؟ ما عادي، مفيش مشكله خالص. بس هي شكلها حلو، ما فيش تدخل من الاهل، ما بيقولكيش مثلا لا هو انا مش يعني معلش، ما هو البنطلون مقطع زي الميكرو. تعالي كده البنطلون مقطع من هنا، ما انا بلبس ميني او ميكرو. ما هو زي هي حاجات اوفر. هي الاوفر كل. الاوفر لسه ما وصلناش مصر. لا والله احنا بنتكلم على اللي هنا على الحريه. لا انا بلبسه عادي. طيب احنا عايزه اقول لكم ان احنا كاميرا كلام البنات نزلت الشارع وسالت الناس في حريه اللبس. تيجوا نشوف التقرير. تعالوا نشوف التقرير ونرجع بقى نعلق على التقرير مره ثانيه. اكيد طبعا مش انفلات اخلاقي خالص، يعني هو حريه شخصيه، كل واحد يلبس اللي هو عايزه. وهو بالعاده يعني في موضه دلوقتي، وبقينا في 2019 داخلين، فيعني هي حريه. يعني انا باوروبا ما بيهموش الموضوع ده خالص. على حسب المكان اللي هم موجودين فيه، لو المكان اللي هم موجودين فيه مش مقبوله اجتماعيا تبقى انفلات اخلاقي، لكن لو مقبوله اجتماعيا تبقى حريه شخصيه. لو تقطيع مثلا في حاجات خفيفه كده، لكن في حاجات بتبقى ايه زايده، يعني زايده عن الحد يعني.
تمام، فدي بشوفها انفلات اخلاقي. في الفتره الاخيره بقت مستفزه شويه يعني، بقت حاجات كتير بقت يعني مثلا كانت لو مسكت على خفيف يعني بنطلون مخربشه، انما دلوقتي يعني كانت الموضوع زاد عن حقه عن حده، بقت حاجه فظيعه الصراحه. فشايفه ان هي مش حاجه حلوه، مش حاجه كويسه ان هو يبقى راجل ماشي بنطلون مقطع. ده انفلات اخلاقي لانه اللبس المقطع يعني حرام. وانفلات اخلاقي للبنات اللبس المقطع، انما بالنسبه للولاد لو حاجات خفيفه زي دي كده عادي، المهم العوره بس ما تبانش من الجسم. هو انفلات اخلاقي بس حريه شخصيه يعني، هو انا حريه شخصيه ان انا انفلت. فكره الحريه يعني مطلوبه طبعا، بس يعني الحدود يعني بتحمي يعني الشخص قبل ما تكون عشان المجتمع. يعني انا لما بعمل حدود لنفسي بتبقى عشاني انا مش عشان المجتمع، هو انا براحتي بس ده عشاني. اه تمام معاها. لا المفروض لا، ان في حدود في كل لبس حتى يعني الواحده اللبسه جيبه او فستان او بنطلون او غيره او غيره، هي مثلا مش هنحكم عليها من خلاله، بس لازم يعني برضو طبعا لسه يكون محتشم بعض في ايه. لا مش معاها. شايفه ان اي حد يقدر يلبس اللي هو عايزه، مفيش حاجه معينه ممكن توقفني لان ده لبسي، ده يعني دي حاجه طبعا شخصيتي انا مش شخصيه الناس. اكيد بس الحريه لازم تبقى ليميتد، ما ينفعش ان هي تكون انليميتد وده يكون وحشه قوي. سمعنا راي البنات والولاد في الشارع، في اللي قالك ان اللبس المقطع ده انفلات اخلاقي، وفي قالك لا دي حريه شخصيه. اسمع تعليق حضرتك. لاحظت الشاب اللي بيقول يا استاذه نرميني انه انفلات اخلاقي بس هي حريه، يعني انا اخلاقي منفلته بس سيبوني البس اللي انا عايزه. ليه؟ لان هو في حاجات بتتفرض على الشباب من ضمنها هذه الموضات، ان هو لو ما لبسش الكلام ده يبقى هو متخلف عن الموضه، مش متخلف بالفكر، متخلف عن الموضه، وان هو ده قديم ومش بيلبس بالزبط. كويس. فطبعا الموضات دي مشكله الموضات في المجتمعات الشرقيه، ان المجتمع بيحكم على الشخص بانطباع اللبس مش بانطباع عقله او تفكيره او ابداعه او ان هو واخد او ثقافته او هو بالزبط. واخد منحنى ايه في الحياه او بصمته ايه في الحياه. فاحنا دي برضو دورنا كاعلام ان احنا نغير فكره المجتمع، ان نحكم على اللي قدامي بالشكل. برضو انا بحيي الشباب الشرقي اللي هو برضو معظمه بيقول لك ايه، يعني بيتكلم على استحياء، لا انا مش رافض، لا لازم بس مقطع بس مش عارفه من حته معينه. انا برضو بقول ليه الهدوم تبقى مقطعه؟ ليه؟ ما احنا ربنا جميل بيحب كل جمال، ليه الهدوم تبقى مقطعه؟ طيب خليني اسال بس واسمع منك رايك في التقرير اللي احنا شفناه. برضو ناس كتير قالت ان يبقى في حريه، انا يعني حريه ان انا البس اللي انا عايزاه. لان احنا دلوقتي مش احنا بنتعكس دلوقتي بسبب اللبس، او عدد التحرش دلوقتي مش بتلاقي ناس كتير لما واحده بتتعاكس يقول لك ايه ما بصت هي لابسه ايه. لا 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 خالص، دلوقتي بقى عندك قضايا كتير، ولسه حاجه حصلت من قريب بدون تفاصيل هي ما كانش ليها دعوه باللبس خالص وحصل تحرش. فاحنا دلوقتي ما بقاش العلاقه ما بقتش ليها علاقه باللبس، بقى المعاكسه بقت معاكسه لمجرد ان انت بتعاكس واحده ماشيه على الارض، ان هي انثى. الناس. طيب احنا سمعنا راي الناس في الشارع، ناخد بقى راي الناس على التليفونات. معنا تليفونات، قالوا لي تليفونات كتيره جدا. اول تليفون معنا ناهد. يا ناهد اهلا بيكي. اهلا بيكي. ايه رايك بقى في الموضوع فقرتنا النهارده، وهل اللبس المقطع فعلا بقى انفلات اخلاقي ولا لا؟ اللبس المقطع بقى انفلات اخلاقي ولا لا؟ طبعا اللبس المقطع ده غير مرفوع يعني غير مقبول في مجتمعاتنا هنا خاصه الاماكن الشعبيه. يعني انا مش هقول لك موافقه عليه بصفه عامه او رفضاه، ولكن في يعني في ناس اخذوا الموضوع خاصه الاماكن الشعبيه بقى منتشر وبقى بصوره مش حلوه خالص. طب انت مع كل اللي يعجبك والبس اللي يعجب الناس، مع المقوله دي؟ كل اللي يعجبك والبس. لا انا مش معاها. لا انا مش مع المقوله دي. انا بس عندي تحفظ على 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 الشكل العام بتاعنا، مش بلدنا ومش البس اللي يعجبك، بس ما تاخديش حياء الناس اللي قدامك برضو. بالظبط. انا ما تخليش البنات اللي تقلدك. بالظبط. انا بشكرك شكرا جزيلا استاذ ناهد، وهي كان ليها راي. معانا راي تاني. هند. يا هند خير. اهلا بيك، مساء النور، اخبارك ايه؟ ايه انت شكلك في الجامعه كده؟ انا في المحصلات. انت في الجامعه ولا بتشتغلي ولا ايه؟ لا انا بشتغل.
طيب في الشغل بتلبسي اللي يعجبك ولا بتلبسي اللي يعجب زمايلك؟ انا بلبس اللي بيعجبني مع الشرط، يعني نحط كلمه حرص دي بين قوسين كده، ان انا مجبره ان انا يعني اكون حريصه بعد دي، لان عندنا مجتمع بينظر او شايف ان اللبس ده بيعكس سلوك البنت او ان هي مثلا. انت بتقولي انا مجبره، يعني انت لو انت مش مجبره هتلبسي اللي انت عايزاه، مش هيهمك أكيد حاجه؟ اكيد اكيد، لو عندي الحريه او المساحه ان انا هلبس اللبس اللي يريحني او اللي شايفاه. انا بنت ليدي البس براحتي، قصير البس بشعري اوكي، لو المجتمع مش هيبص لي نظره مش كويسه. الحريه قصدك حريه مين؟ حريه الاهل ولا قصدك المجتمع اللي حواليكي؟ الاثنين. انا غصب عني اهلي هيعترضوا طبعا. بس كده انت تلبسي كده يبقى هيقولوا عليكي قليله الادب، منحرفه منحله، الكلام ده يعني. طيب انا بشكرك شكرا جزيلا هند. معانا بقى ناخد راي رجالي. شريف، يا شريف اهلا بيك. ازي حضرتك، اخبارك ايه؟ اهلا بحضرتك، اتفضل. انا مش شايف اصلا انه في حريه في اللبس، انا شايف انه المفروض معلش يعني الحرية نفسها ان احنا نختار اللون، نختار الستايل، انما ما نختارش مثلا حاجات منافية لكل عاداتنا واخلاقنا وتقاليدنا وكده والكلام ده. بس واللي يلبس حاجة يستحمل بقى رأي الناس فيها، طالما هو شايف ان اصل اللبس دي حاجة بتظهر للناس على ما اعتقد. بس يعني انت مع انه لا، انا اكل اللي يعجبني والبس فعلا اللي يعجب الناس. مظبوط، عشان هو اللبس ده بيطلع للناس يا فندم، هو اللي بيظهر للناس. انا شايف دي وجهة نظري في الموضوع. انت عندك كام سنة الاول؟ انا عندي 28. يعني انت لسه ما فيش جواز، ما فيش خطوبه؟ لا، خاطب. مراتك او خطيبتك يعني اما بتيجي لابسه مثلا، انت ممكن تكون هي بالنسبه لها حاجه عاديه وبالنسبه لك انت لا حاجه اوفر، بتعملوا ايه؟ والله احنا الحاجات دي بنتفق عليها اصلا عشان ما يبقاش في يعني ما نزرعش مشكله. احنا من الاول احنا متفقين على 1+1=2 بس. تمام، وسايب لها الاختيارات في حاجات كتير، مش لازم اللبس يبقى يعني اوفر بقى في حته الضيق والمقطع والكلام الفاضي ده. بشكرك يا شريف شكرا جزيلا. معانا مين يا جماعه؟ فاتن، يا فاتن اهلا بيكي. اهلا بيكي. اهلا بيكي، اتفضلي يا فاتن. انا بس كنت عايزه اوضح ليكي نقطه كده وللناس اللي بيسمعونا. انا بس فكره الاحترام في اللبس او حجم ان انا مغطيه ده كتير او بس استاذنك علي صوتك شويه. حجم الاحترام في اللبس او ان انا بقى مؤدبه ولا مش مؤدبه بلبسي هي بتختلف من مكان للتاني ومن شخص للتاني ومن ثقافه للتانيه، فما فيش ليميت يحدد انا كده كويسه او مش كويسه. يعني قصدك ان احنا بنحكم على الناس من لبسها وممكن يكون حد الموضوع بيختلف من فئه للتانيه يعني. وتلاقي بناتك بيبقوا ماشيين في القاهره مثلا لابسين بكم عاليه، اول ما بتسافر بتبقى بقط، هي المكان ده سمحت فيه انها تخرج بقط والناس حواليها بقط، خلاص بقت بقط. لكن فكره ان انا بحكم على الناس انها كويسه او مش كويسه بالنسبه لي حاجه غلط جدا. انت بتتعاملي بالمبدا ان انا بمشي وبلبس اللي انا عايزاه طالما هو حاجه عجباني وما بتاخدش حياء الاخرين يعني. بالظبط، هو في حاجه كمان بتتقال كده دايما، لكل مقام مقال. صح، وكل مكان يعني لكل حاجه. كل مكان لبسه، الشغل لبسه غير لبس النادي، لبس الشارع خروجاتنا غير لبس. صح، الاماكن المفتوحه، لا يعني كل مكان لبسه. بشكرك يا فاتن شكرا جزيلا. اخيرا برضو اسمع بسمه في مكالمه انا لفتت برضو نظري، اللي هي بتقول انا لولا الاهل الحريه، يعني هي لولا اهلها كانت زمان عملت اللي هي عايزاه. ما هي الفكره كلها ان كل جايب الغلط علينا احنا في لبسنا او جايب الغلط على الشباب في لبسهم. لو هو الاهل يعني مركز، بس نسيب الحته دي ونركز في حته تانية، ان انا ليه اتعاكس اصلا؟ ما هو برضو الولد اللي بيعاكس ما هو من الاهل، قول له ما تعاكسش. التربيه قصدك؟ التربيه من الاول من النشأة. لو احنا ما عندناش المعاكسه دي ما كانش في حد هيقول لاولاده البس وما تلبس. يبقى اذا انت مع مبدا انا اكل اللي يعجبني والبس برضو اللي يعجبني طالما ما بياخدش حياء المجتمع. بالزبط. اخيرا اسمع كلمه اخيره من استاذه نرمين. احنا عايزين بس نوسع المنظور شويه بتاع ان البس او ما البس. قبل ما نتكلم على اللبس لازم نقول ان الشباب او ان المجتمع اصلا بيتفرض عليه موضة معينة نظرا لصناع الموضة في العالم ونظرا طبعا للي هم محركين الأساسيين للماركتينج في التسويق في الملابس، في اللي هم طبعا بيستثمروا الجزئية دي من النجوم السينما واللاعبين الكرة والشخصيات العامة. فطبعا المجتمع بيتلقى
مجتمع بيتلقى. لا بس لما نيجي نتكلم على النقطه دي، مثلا الفاشن ديزاينر عندنا المصريين بياخدوا الموضه العالميه بس بيمصروها بما يتناسب بطباعنا وعاداتنا وتقاليدنا. ما كانتش انتشرت هذه الموضه بشكل مخيف جدا، وخاصه لو انت انتقلتي بقى للاحياء العشوائيه. انا مش بتكلم في شعبيه، شعبيه ما زالت محتفظه بتراثها، محتفظه بخطوطها العريضه في الاحتفاظ بالعرق. طب دي بقى خطر الموضه اللي هي بتأهلنا أو بتنقلنا الحاجات تانية خطيرة جدا في العشوائيات. بتشوف حضرتك بطلونات السقطة والعشوائيات طبعا اللي هي ابتدوا يعملوا لهم كمباوند العشوائيات بعاداتهم المختلفة بأفراحهم. أنا شايفة برضو أنا زي رأيي من رأي بسمة أن الموضوع بيكمن في التربية. أنا لو ربيت ابني أو ربيت بنتي بما يتناسب بعاداتنا وتقاليدنا صدقوني مش هيبقى فيه أي انفلات أخلاقي. طبعا الأسرة لها دور. أيوة أنا بشكرك شكرا جزيلا بجد الكاتبة منال خطاب، بشكرك نورتينا وشرفتينا. كمان بسمة مصطفى الموديل بشكرك يا بسمة، ميرسي جدا ليكم. طبعا عندنا كلام كتير جدا وكلام البنات ما بيخلصش، هنروح لفاصل وهنرجع بعد الفاصل مع ساره نتكلم مع يارا شلبي اول متسابقه رالي سيارات في مصر، لكن بعد الفاصل.